شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اقعدي يا بنتي اقعدي اقعدي. ارتاحي يا حبيبتي ارتاحي. لا ما شاء الله. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ أنا قلت 100 مرة العيش يبقى من غل بابا. مبسوطة يا مخفية؟ عكرت دمها على الريق أهو. عكرت دمها على الصبح. والشاي؟ لبن منه فين؟ ما تعمليش في نفسك كده يا بنتي، مصر محتاجة لك. ايه ده؟ ايه؟ فين الطرشي؟ فين الطرشي؟ طرشي يا زفتة. تعالي روق دمك يا حبيبتي روق دمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا بابا؟ شويه طلبك كده لاولاد الجيران، شهاده تسنين، شهاده ميلاد، يعني رخصه، حاجات بسيطه كده. ولا يكون عندك اي فكره، كل اللي انت عايزه تؤمر بيه يا باشا. ربنا يبارك لك. يا سي عصمت، يا سي عصمت باشا. مين دي؟ دي خالتك ام جمال وبنتها شوشو يا اختي. اصل بعد عنك شوشو امبارح بالليل وهي راجعه من المستشفى قفشوها واخدوها تحري. مستشفى. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا ام جمال، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا. الله يخليكي. ازيك يا روحي؟ تسلمي لي. اهلا يا ام جمال. اهلا بيكي. ازيك يا شوشو؟ كويسه عصمت باشا. انا في قمه احتياجي ليكي. ضايقوكي ليه يا شوشو؟ كنت راجعه من الكباريه. كباريه قفشوني وانا بشد السفون. وتشدي ليه يا بنتي؟ ده احنا غلابة وماشيين جنب الحيط. نزوة شيطان. اصل سيادتك مش واخد بالك يا باشا، كان في ايدي زبون، في ايدي مريض بعمل له حقنه شرجيه. ده انا حتى امبارح مروحه بدري، 3:30 كنت في البيت. في العصر؟ الفجر. انا شفت شنايط. هي شوشي كده طيبة وحنينة ودايما بتريح كل عيانينها. طب ما احنا مليانين امراض، ما بتشوفولناش حل ليه؟ بابا ابو شنم اتلم. 500 جنيه بتاعتهم من الكيس اللي انت جايبه لحبابك. ايه بقى؟ ايه يالا؟ نزل المكنه اسكت بدل ما شقط نصين. شو ايه مين يالا؟ ال 500 جنيه جابوا. بقول لك ايه، هو في ايه؟ انت عايز تاخد مني ولا انت عايز تاخد مني اتاول؟ انا ثبت 40 زي. طب انا هقول لعصمة باشا. نزل المكنه اسكت بدل ما اعمل معاك الغلط. مستشفى. مستشفى يا شوشو. دي ملفاتك عندنا منوره المديريه. الروشتات هتشيها؟ هتشيها وانا اصرفها لك. اسمك باشا، اسمك باشا، اسمك باشا. الحقيقه اسمك باشا. في ايه تبع؟ في عركه كبيره قوي في الشارع تحت بيت حضرتك. عركه تحت بيت عصمت ابو شنب؟ ابلغ البوليس. اوعى. تعالي. انا حاسه ان التوبتش على ايدك. وان انحراف هيجي على ايدي. اسمك باشا، قلت لك ما عليش حاجه. اهو 500 جنيه اللي انت واخدهم تجيب بيهم طمني كيس لحبايبك يبقوا ايه؟ نزل المكنه اسكت بدل ما شقط نصين. شو ايه مين يالا؟ ال 500 جنيه جابهم، تاخد المكنه مش هتجيبهم، يبقى المكنه هيرزع عندي يالا. اسمك باشا يالا، اسمك باشا. ولا اسكت لما انت يا ولا لما انت يالا اسكت. صباح الجمال حبيبي اسكت. اللي موقفك هنا يا انا؟ امشي فياض انت وهو. مفيش حاجه والله يا باشا، ده سكون ده صاحبي، ده فاكر ان انا همد ايدي عليه. انت ده انا لسه مش ماشياك من شويه. انا ايه اللي موقفك هنا يا امشي. والمكنه دي؟ المكنه دي يا باشا انا جايبها لاخويا علاء، اقسم بالله بتحايل عايش ان ياخدها بس مش عايز ياخدها. اسمع ياض انت وهو، المنطقه اللي اتخط فيها عصمت ابو شنب ما يخطيش فيها العوا. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. فهمتي؟ ولا حاجة. فاهمة ولا لا؟ فاهمة يا باشا. انت هتعملي فيها ظابط ولا ايه؟ ما اناش عارف. انت بقى امرك يا فندم. عارفة انتوا اخركم ايه؟ تحشوا محشي. لا يا باشا، انت ما دقتش المحشي بتاعي بقى، وخصوصا الكوسة. عليا خلطة. ما ناويش بيه، احنا مش هنفطر بقى. يا حبيبي عينيا. ايه؟ اوامرك يا فندم. تعالي. نعم يا فندم. جيب ده الرومي. صح يا فندم. ترشي. هو السندوتش يبقى ليه طعم من غير ترشي؟ اللبابة. من غير لبابة يا فندم. الشاي. حليب منه فيه؟ بره. أدي سمعت كل حاجة. سمعت ايه؟ سمعت حضرتك لما كنت بتبستفيه. بس في مشكلة كبيرة قوي. في ايه؟ كل حاجة جاهزة ما عدا الترشي. في ثانية تروح تجيب الترشي وتيجي. يا كربسة. قول لابوك ما يفتحش التلاجة عشان الجبنة الرومي اللي فيها حرز،
واقسم بالله لو حد فيكم فتح التلاجه لاكون مكلبشاك انت وابوك في رجل الكنبه. سلام. انا مش عارفه ما باكلش في بيتهم يجي يقرفنا هنا. بتبرطمي ليه على الصبح؟ اكون بتبرطم ليه؟ اكيد طبعا عدت على اندر تيكر زرفها هوك ماتشين جابها على الارض. انا مش عارفه هو حاطط نقره من نقرنا ليه. مش فاهمه يا اختي مع اننا ناتشرال كده وكيوت مش فاهمه ماله. ايه ده انا نسيت اخد الشاي بتاع الرجيم. بلاش عشان ده اللي بمشي بطنك. ما بقاش انت الجوزه وانا ليه منكم ولا منه. السلام عليكم. السلام عليكم. منتخب الطلائع جه اهو لسه عندهم امل كده والحياه مزهزهالهم. راح فين يا ابتسام؟ طلع المطار عندي ماموريه. ايه ماموريه بجد؟ تفتيش واشراف عام على تفتيش السيدات في المطار. يا اختي تنيلي هو ده شغل؟ امال انا اعمل ايه اللي كل يوم رايحه جايه رايحه جايه على المرور بغلف رخص؟ طب والنبي يا اختي دي شغلانه كده فيها سسبنس علنا فيها. انا بقى توزعت احوال مدنيه برتب ملفات البطايق على الكمبيوتر. طب ما عندكم فاديه ايه؟ عرضوا عليها اكتر من مره تنزل مع الونش لكن رفضت بكل عزه نفس واباء. اروح فين يا اختي؟ الونش بيعتل وبتورط انا. يا خساره التدريب اللي اتدربناه في الكليه. ربوا عيالكم يا اختي انتوا هي. عيالي يا بنتي احنا لسه ما اتجوزناش. واللي اتجوزوا خدوا ايه انتي مش شايفاهم؟ شوفي يا اختي العيال اللي جايين يكدونا ويغزونا. مفيش حاجه بتروح يا ممدوح. ياه نفسي في طبنجه واطلع كبسه كبسه. خص عليك يا عصمك كده برضو تجري ريقي. ده انا نفسي في الكبسه قوي. طب هاتي اي حاجه بقى من عندك. نفسي اضرب حد نفسي اقبض على حد نفسي نشم. يا اختي نشني في الغرزه البلوفر يدعي لك. عصمك فين الترشي؟ الترشي ايه؟ انا ما طلبتش غيره النهارده. وللدرجه دي يعني الترشي ده مهم؟ نو 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 حضرتك الترشي ده غلط جدا. ده ممكن اللي تاكليه يجيله ضغط. ايه ده هو الترشي بيجيب ضغط؟ 6 كيلو ترشي. حاضر. بعد اذنكم ممكن اعرف مكتب اللي هو نعمان؟ مر يا فندم. اكرام المناديلي مندوبه المنظمه العالميه لحقوق المراه في المجتمع. بصي حضرتك اخر الترعه في الوش اهو. برافو انتي ظابطه. انا كده اطمئنيت على حقوق المراه هنا. باي باي. الحقوق المرأة قال. ماني بيتبهدل وطلعان عيني في البلد دي. الحقوق المرأة قال. أمال لو شافت مناويش. أيوة. أنا سامعك وأنت بتقولي مناويشي. اسم المناويشي بيه؟ بالنسبة لك أنت مناويشي بتمشى. هحضر الاجتماع وأنا على لحم بطني. على لحم بطني. لا والنبي بلاش بلاش بلاش. ما جعانة اسمك. والنبي بلاش عشان خاطري. لا بقول لك ايه سعادتك؟ انا عندي فكره بخصوص الطاقه اللي عند حضرتك. انجز. الست اللي دخلت دي هي اللي هتشحن طاقتك. قولي لي ازاي؟ افتي. خش كلميها وهي عند الباشا الكبير. انت مجنون؟ كان مناويش علقنا انا وانت على باب المديريه. مناويش مين سعادتك؟ دي بتقول لك اللي هو نعمان شخصيا، نعمان. طب اجري هات الصينيه. حاضر. احنا عندنا هنا اكفأ الضابطات في مصر. عاملين لهم إدارة خاصة تحت إشراف العميد المناويشي يعبروا فيها عن نفسهم. ولا هي مناويشي؟ بالفعل جنابك. يا هانم احنا بنرفع شعار البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد. احنا هنا بنحافظ على كرامة بناتنا وهم بيأدوا أحسن أداء. يعني مثلا صباح الخير سعادتك. حضرتك تمر بحاجة؟ ايه اللي انت شايلاه ده يا عصام؟ دفتر مناويشي بيه. انا حضرت لك الفطار والشاي وهوصلك على المكوى وهروح اشقر على الغدا. كرومب زي ما انت طلبت. كرومب. ايه ده؟ ما سمعتكيش كويس. انت حضرتي له الشاي والفطار؟ احنا هنا كظابطات في الاداره نقدر نحشي ونطبخ ونكوي. ده كلام غريب جدا يا سياده اللواء. فطار ايه يا بنتي اللي بتحضريه؟ ايه ده؟ هو انا شكلي عكيت الدنيا ولا ايه؟ الحقيقة الله يخرب بيتك وديتيني في داهية. انت اسمك ايه؟ اسمك يا فندم. انا الحمد لله على كل حال بستغل طاقتي وقدرتي على خدمة مناويشي بيه.
انا طاقه يا فندم طاقه. حتى اساليها يا فندم انا كل يوم بعمل سندوتشات مربى بايديا دول. تقريري مش هيعجبك يا سياده اللواء. ارجوكي ترياتي شويه، خلال اسبوع واحد هتكوني ارجوك انت سياده الضابط عصمت اتفضلي معايا. يعني كان لازم تخلي الضابطه هي اللي تعمل لك الفطار. ما انت بتفطر معايا كل يوم. اتفضلي. بص يا حد الضابط عصمت، انا شايفه الذكاء والموهبه في عينيكي وحاسه بيكي، بس عايزاكي تعتزي بنفسك وتثبتي ان الضابطه لا تقل كفاءه عن اي ضابط. يا فندم انا بحاول بس ما ناويش ايه كاتم طاقتي. ما تقلقيش دول سيبيهم عليا. رجعتيني للتدخين تاني بعد ما بطلت من 15 سنة عايشالي في دور الضابط عصمت؟ عايزة تطلعي مهمات عصمت؟ يا باشا انت كل شوية تقولي عايشالي في دور الضابط عايشالي. امال انا يا باشا؟ ما انا ضابط يا باشا. ضابطة ضابطة ضابطة. عارفة يعني ايه ضابطة؟ يعني ولا حاجة. انتي ولا حاجة. انا ولا حاجة يا باشا، بس هدي انت نفسك يا باشا. لا حاضر عصمت نجربك يا ماما، حاضر نجربك. اتفضلي. ايه ده يا فندم؟ اول اجتماع ليكي في الاداره الجديده. ده اداره ايه يا باشا؟ السسبنس كله. ده ايه يا باشا؟ السسبنس. هو احنا هنعمل ايه يا رجاله؟ هيسلمونا دبابات؟ تعرف تسوق دبابة؟ نعم. اتفضل اقعد. بعد ورود المعلومات والتحريات بكرة إن شاء الله بالليل هننفذ خطة من أهم الخطط. يا فرج الله. قضية الدعارة. لا حول الله. ده سسبنس شمال قوي. ايه في حاجه؟ انا لا يا باشا ما فيش اي حاجه. عندك اعتراض؟ انا يا باشا ولا حاسه بخدش حياه؟ ربنا ما يجيب خدش يا باشا ابدا. حضرتك لا يعني اتكلم سعادتك، ده انا فوت في الحديد يا باشا. مالها الدعاره؟ قصدي القضيه يعني. جات لنا اخباريه بان الشبكه دي هتتواجد بكره بالليل في ملهى ليلي باحد فنادق القاهره، عشان كده احنا اتجمعنا النهارده هنحدد دور كل واحد منكم واختصاصه بالنسبة لمراقبة بوابات الفندق. البوابة الخلفية هيراقبها نادر وكريم. تمام يا فندم. تمام يا فندم. البوابة الأمامية هيراقبها سعيد وعلي. تمام يا فندم. المشكلة سعادتك إن الاتصال بينهم وبين السياح بيتم من خلال بلوتوث، يعني بأسماء مختلفة. احنا بقى محتاجين عنصر اتصال مباشر من وسط المشتبه فيهم، يدينا بس اسم اي جهاز واحنا نتابعه. مش فاهم قصدك، وضح. سيادتك يعني انا كلامي واضح، يعني احنا محتاجين حد يتزرع وسطهم. اللي هيقوم بالمهمة دي عصمت. لا احنا كده هنعمل قضية تحرش. يبقى اتكلنا على الله. كله فهم دوره واختصاصه ايه؟ طبعا يا فندم طبعا. بكره بالليل عصمت هتتنكر في صوره واحده مشتبه فيها وهتندس في وسطهم. حضرتك مشتبه ازاي يعني يا فندم؟ تكوني زيهم، جذابه مثيره، ما تفرقيش عنهم في اي حاجه، اللبس، الضحكه، المكياج، الخطوه، التقصيعه. في تصوير يا باشا كنت تمكيشت لك. تتمكيجي ايه اكتر من كده؟ ده كده وابوك عينيه هتنط من وشه. لا هو معقول يعني
هو انا هلاقي زيك انت يا جميل؟ الا ابو عصمت يا حبيبتي، طول عمره عينيه مليانه. قولي لها ما هو المكياج كده بيخلي العيون بحلاقي بتغير. اجيب نار. هو انا كده متمكيجه؟ ده انا كده على المحاره، ده انا ما بسيبش نقطه في وشي الا لما بملاها مكياج. فش، هو ده اللي انا كنت عايزاه. كنت بتقولي لها تعيد الضحكه دي تاني يا عصمت يا بنتي عشان تستفيدي اكتر. ايه ده، انتوا بتتكلموا على ضحكتي؟ مالها؟ امنتي بالله بابا اتلم يا ابو شنب. انا مش عارف مالي. بص يا شوشو، انا عايزاكي في مهمه وطنيه. اموت في الوطني واطيه. انا كمان بموت في الوطن. خدوا المناصب والمكاسب بس سيبوني الوطن. خدوا. يا فضحت يا فضحت في العمارة. ليه يا اختي، خلينا نضحك شوية. ودي حلوة. بس انا عايزاكي تقولي لي ازاي بتلاغي الزباين في الكباليه. امي. قومي يا حاجة، قومي شوفي حاجة تعمليها. حاضر يا باشا. بيت، اوعي تاخري على العيانين في المستشفى، حد يجرى له حاجه تشيلي ذنبه. ها انا كنت عارفه ان مرتبك ما ياكلكيش عيش حاف. اتلم يا بيت. يا باشا، انا مش فاهمه ايه اللي بيدور، بس قلبي قال لي وقلبي ما بيكدبش عليا. عايزه تاخدي عصير خبرتشي. ها نمره واحد. اكتب اتابع. حاضر يا باشا. تقنطريها وتقنبريها وعينك تسبليها، عزبون وتسنطريها، حواجبك ترقصيها، شفايفك تشفطريها. يا ليلى سودة، اكتب الحاجات دي ازاي؟ نمرة اتنين، البوط الابيض. اشمعنى؟ مين يعني مش رجالة؟ بيشعوطهم كده. البوط الابيض؟ البوط الابيض، صح يا حاج؟ صح، خصوصا ابو سوستة من الجنب. نمرة تلاتة، شعرك. ماله؟ تسقطيه في الحلة وتحطيه وبإزازة الأكسجين تصبغيه أصفر تمليطيه. الرجالة بيحبوا اللون الأصفر كده يا أختي، بيوهوجوا فيه، صح يا حاج؟ صح صح. مش عارف مالك. اللي بتعمله ده حاسس إن سقعان. نمرة أربعة بقى، مشيتك لازم تتعدل. مشيتك التقصيع. برافو عليكي، إحنا كده خلصنا النظري، نخش على العملي. شنطتك تتوحيها وعلى كتفك تحطيها وتنطريها. معلش، هو ايه اللي بتنطر وايه اللي بتطوح؟ لا بقول لك ايه، انا مش فايقالك، ركزي معايا. الله، اهي نطره شمال نطره يمين، نطره شمال نطره يمين، لف وارجع، نطره شمال نطره يمين. انا اروح اجيب بيره بقى، عايزاها سخنه صح؟ اه ده كملي يا حبيبتي كملي. بعد كده فقره الرقص، شنطتك تهزيها وعلى الزبون تحتفيها وتبدأي في الرقص. الرقص عبارة عن ايه؟ اتنين دربين دح والغرزة الضيقة، الدربين دح والغرزة الضيقة. ايه الدربين دح ده؟ استني يا ماما. اكتبها تبع. تتكتب بايه دي؟ اتنين حح. يا لئيمي. بصحتك يا حاجة. كده المزة رجبت، اروح اجيب شويه مزه بسرعه. بقى بقى بقى. في حاجه تانية بس انا كنت عايزه اتكلم فيها يا حضرتك، بالنسبه للالوان اللي في خلقتك دي، يعني هي الدهانات ليها حد متخصص؟ متخصص وانا موجوده؟ بتشوفي في قدراتي؟ طب عليا النعمه اللي خرجت من تحت ايدي مكنه. يلا يا مها. يا امك هذا حبيبي. ولا تبعه؟ نعم. هو ده الكباريه اللي بيقولوا عليها؟ هزار، هو الكباريه هو. هو انت رحت الكباريه قبل كده؟ ورحمة امي ابدا، انا اخر حاجه رحتها مولد الشيخ حسنين. الله يخرب بيتك، اتكل قدامي اعمل لي اي مرض. اتفضلي يا برنسيسي، اتفضلي يا قمر. يا لهوي يا بنت. Thank you.
جنب على بعضها. شفتني على قد ما تقدر. مش وقته، احنا في الخطه دلوقتي. المكان اللي ما فيهوش هيصه ده هو ما فيش نمر ولا ايه؟ الله جرى ايه يا درس؟ ما تدلعنا يا عم. عينيا يا سلطان الدلع بالاذن. اتفضل. انت ليه كده قاعده في الاستخاب؟ الله، ما تقومي تتحنجلي. اعمل ايه؟ ما انا ضحكت. ضحكت اعمل ايه؟ قومي ارقصي. على طول خشي في الدربنداح والغمزه الضيقه. ارقص يا بنت على الجزمه. لا ارقص، انا عايزه ارقص. لا على فكره انت تلميذه غير نجيبه. حلمتوا. ايس كريم ومحشو جوه توت، طعم اجمد من اجمد فروت. ايس كريم ومحشو جوه توت، طعم اجمد من اجمد فروت. يوم مخدود وبانت والفراوله في الحيطان، والمانجا سوانا معنيها تعبت من العياط. يوم مخدود وبانت والفراوله في الحيطان، والمانجا سوانا معنيها تعبت من العياط. اسيبه ليه يمشي ليه؟ اسيبه ليه يمشي ليه؟ عيني لولا سيدي لولا، عيني لولا سيدي لولا. ياني ياني من زماني، ياني ياني من زماني. الحقوه امسكوه، الحقوه امسكوه، الحقوه امسكوه، الحقوه امسكوه. سلام قلبي سلام قلبي سلام قلبي سلام قلبي سلام قلبي سلام قلبي. ياني ياني من زماني، ياني ياني من زماني. الله 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 ايه ده ده ده. الله 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 ايه ده ده ده. ده إله ولد ولد ولد. 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 واد مز واد جن واد حلو موت، واد طلقه واد قمر وواد فيوت. لو غاب عليا ما بقاش مظبوط، وانت الغياب وبرقع بالصوت. لو بصني في عينيا بستلذ، ويا لهوي منه يما مستمز. وجماله منه عل مستفز، ومفيش اطعم يا ناس مفيش ألذ. اسيبه ليه يمشي ليه؟ اسيبه ليه يمشي ليه؟ عيني لولو سيدي لولو، عيني لولو سيدي لولو. ياني ياني من زماني، ياني ياني من زماني. الحقوا امسكوه، الحقوا امسكوه. يخرب العينيه نمسك جدي فيه، يخرب العينيه نمسك جدي فيه. قلبي منه اساس لوح حلو بغلسه، واخد الجمل ورثه ابا عنجي. قلبي منه اساس لوح حلو بغلسه، واخد الجمل ورثه ابا عنجي. اسيبه ليه يمشي ليه؟ اسيبه ليه يمشي ليه؟ عيني لولو سيدي لولو، عيني لولو سيدي لولو. الوز البط لما سمعت صوته العصافير عملت تضرب، ما بقتش تكير. علماء السحر كله اول لما عيونه قالوا اثبتوا له مفيش محله. علماء السحر كله اول لما عيونه قالوا اثبتوا له مفيش محله. حد يقول له حاجه ده. اسيبه ليه يمشي ليه؟ اسيبه ليه يمشي ليه؟ عيني لولو سيدي لولو، عيني لولو سيدي لولو. ياني ياني منه، ياني 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 منه ياني. الحقوا امسكوه، الحقوا امسكوه، الحقوا امسكوه، الحقوا امسكوه. سرق قلبي سرق عقلي سرق قلبي سرق عقلي. قلبي مش مظبط عمال يخبط، واجي اقول له لا بيدق دق. قلبي مش مظبط عمال يخبط، واجي اقول له لا بيدق دق. مش اول لما شاف خدوده بجد غار، حتى العينه قالوا اكتئاب وحاول الانتحار. مش اول لما شاف خدوده بجد غار، حتى العينه قالوا اكتئاب وحاول الانتحار. اسيبه ليه يمشي ليه؟ ده عيني لولا سيدي لولا. ياني ياني من زماني، ياني ياني من زماني. الحقوا امسكوه، الحقوا امسكوه. احسنت يا نجم. الله يخليك يا ست الكل. حلاوتك يا باشا، والحلاوه دي والراس الجميل دي ولا تبعه. ايه انا رقصت كويس ياض؟ فشر يا باشا، رقصين شرع الهرم. بقول لك ايه، مين البت دي؟ طب يلا عشان نروح نظبط الميك اب. انا عايز اظبط انا كمان. والله ما شفتهاش قبل كده، بس شكلها جديد على الكور. دي هايله هايله. يلا يلا. اتنين درمندح. ايوه. والغرزه الضيقه. يلا. اتنين درمندح والغرزه الضيقه. ايه ده؟ دي ماشيه ماشيه والغرزه الضيقه. بقول لك ايه بقى، انا زهقان وهطلع انام. استنى عندك هتنام ده ايه؟ احنا هنكمل السهره يا بنات فوق.
انت شكلك اتحسدت يا سونا. ده احنا هنطلع معاك نعمل لك زار. بقول لك ايه، البنت اللي كانت بترقص دي تسحبها على فوق. لا خرج في الحمام يا اسمه باشا، طب اظبط الميك اب. يا لهوي الواد اللي كان بيغني جاي ناحيتنا. طب اثبت اثبت شوشو، اعمل يا شوشو. ما تاخديش من الزبون اقل من 170 جنيه. 170 جنيه ايه يا معفنه؟ هو بيخلص في كلبه بلدي؟ يا مساء الفل. بقول لك ايه، تعالى كده عينيا. الله عينيا، محسوبك الدرش صانع البهجه. الكلام معايا انا يا نجم. عينيا يا جميل، هشوفك بس اسال عليا شويه اما نعرف الجميل منين. إيه؟ من روسيا. روسيا البلد ولا روسيا المحطه؟ الله، وبعدين معايا. طب ايه اخبار الفيزيتا؟ 170 الف جنيه. نعم. يا بلتش احنا كنا شغالين بالدولار. كمان دولار؟ ده الفيزيتا عاليه قوي. هو كده الاستيراد دايما غالي. وبعدين لو مش عاجبك ممكن تطلع قدام شويه تاخد فكره، ممكن تلاقي ارخص. دول جرى رجل، بعد كده هتخش في ال 180 وطالع وهي حاطه رجل على رجل. والله يا بيه شغالي كمزات تحنجالي. ده انت ملبوسه بقى. انا كده احب افرط اللي قدامي، احب افرط. والنبي عسل. بقول لك يا جميل، الهلم طلع ترتاح شويه في السويت، انا عايزه حضرتك كده تستفسر من الجميل كده على حكايه. اموت انا في الاستفسار، احب كلنا نستفسر. احب استفسر بموت فيه. يلا نستفسر. يلا بينا، اتفضل نروح نستفسر. اتفضل هنعمل ايه يا اسمه باشا؟ هنروح نستفسر يا منيل. يلا يلا، حتتين دربندح. يلا، واحد اثنين، واحد اثنين، ايوه واحد. اتفضل اتفضل. هو احنا رايحين فين؟ سويت 230. واليما سويت 230 عارفاها. ده انا قضيت فيها اجمل ايام حياتي. الا اجمل ايام حياتي، الله يمسيك بالخير يا ابو طلال. فكونا بقى من مجله الذكريات، خلينا نروح شغلنا. اقول لكم ايه، الناس نايمه مش عايزين فضايح. فضايح ايه؟ اصل احنا بنحب الدندشه والنعنشه والفرفشه. نسيتي الشقلاشه. اقول لك ايه بتاع الشقلاشه؟ اي حاجه تاخدها جوه اللي هي فيها 20%. امين؟ استغفر الله العظيم. مالك يا اخويا كده حمى وايدك تقيله. يلا بقى بينا، اتفضلوا يلا. يلا يا اخويا. كل القوه تجهز. سويت 230. لا سويت، ما تخلينا غرفة والفرق الدهودي، شفت بوفر لك ازاي؟ ده انت واطية وطأ. ماشي ماشي، يلا يلا انت اهو. يا بيت انا هاخد الريموت ده اجيب قناة التك. يا مساء الدلع، لو بتعرف وتحس الدرش واحد بس. يا بوتك. اوبا، هي هي دي يا احلام. ايوه انت انت يا ببوتك الابيض وحمار شعرك. ايوه بقى يا دنيا تحكي لي. ايوه يا دنيا. ايوه كده. ايوه ايوه. اهدى يا بنات، اسمك ايه يا بت؟ اسمي رميساء، وبيدلعوني يقولوا لي يا رومي. اموت في الديوك. واديكي بيدا. ايوه يا عم الديك، اديكي اللي انت عايزاه يا احلام. تليفون ست الكل. ايوه، وده وقته بتقول ايه؟ يا لهوي، خدهم خدهم بسرعه. يلا بيتك وهي. اطلعوا اطلعوا. يلا بيت يلا بيت وهي. خشوا الاوضه خشوا الاوضه دي. يلا يا اخي. انا لسه ما رقصتش. يلا. انا ما حققتش طموحي. يلا ضيعت مستقبلنا، الله يخرب بيوتكم. يلا يلا يلا. خدي راح فين؟ تعالي هنا. في ايه؟ يا ستي يلا. طب الريحه شويه يا اخي. يا عم عدي. يلا يا اخي. يا اخي لسه بقى تاخد. تعالي اضحك من هنا. يلا وشكوا نقص. هنعمل ايه يا عزيز باشا؟ هنعمل ايه؟ يا باشا. شش بس بس، الباشا هنا خلاص. عصمت. انت ماليه ايدك من العمليه دي يا باشا؟ انت حملت على عصمت ابو شنب كلهم جوه. يا فندم احنا اوتيل محترم، صدقني ما عندناش غلطه. يعني انا من رايي يا فندم ان احنا نستنى شويه. انت هتتحملي المسؤوليه كامله. هو احنا مش كلنا مع بعض ولا ايه؟ يلا يا باشا اقطعها. ماشي افتح، خلينا اقطعها يا فندم. افتح امرك. قول له اثبت بحاله. ايوه قول له اثبت. ايه ده؟ يا باشا احنا غلطنا في ايه ده؟ طبعا. ايه في ايه؟ ازاي تخش علينا كده؟
ايه الاوتيل ده؟ وكمان داخلين علينا هجموا والبنات بتصلي كمان. حش حش يا بنت انت وهي، اللي شافك من شويه ما شافكيش دلوقتي. كوكو كوكو. يا اختي. اختك. يا اختي. اختك. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. استغفر الله استغفر الله. جرى ايه يا ابو ساميه؟ انت هتفضل ساكت كده؟ هو مين ده؟ ازاي اسكت يا مدام؟ ده انا هطالب الدنيا. انا هرفع عليكم قضيه انت والاوتيل، وهقول ان انتوا اتهجمتوا عليا في السويت بتاعي انا وانا قاعد انا والمدام وبنات خالتها. طلعي لهم الورقه يا مدام. لا يا فندم، لا 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 معلش احنا اسفين، الغلط عندنا احنا. لا يطلعوا. طلعي الورقه. اتفضل حضرتك. يا فندم والله يعني اهو ايوه يا وفا كمان بوظت العمليه دي. بوظت لنا اكبر عمليه بنعد فيها من شهور. لا انت ما شفتهاش وهي بتكلم اللولو اللي كانت هنا وتقول لك انا طاقه طاقه. اهلا اهلا يا رفع راسنا يا مشرفانا. يا باشا انت لو قدمت ثواني بس كنت لسه بشكر في عليك. انا يا فندم فاشله ومكانك الوحيد في الارشيف. ارشيف ليه يا فندم؟ انا عملت كل اللي اتطلب مني، وبعدين انا كنت واحده ضمن 10 ضباط. ايوه ما انت بهدت عليهم بفشلك. هي كلمه واحده انصرف على مكتبك. شوفت صغير زي كمان. شفت خطتك تكسر الباب. ايدي بس شويه سعادتك، ايدي شويه عشان خاطري. انا اللي بهدت عليهم بفشلي انا. ايدي بس شويه. ولا انا عشان واحده ست تعملوا فيا كده؟ لا هم كده ما بيجوش الا على الولايه. ما انت شايفه حالي عامل ازاي؟ ما هو ده ظلم ظلم ظلم. اتفضلي اتفضلي. يعني شكرا يا باشا. عصمت اخبارك ايه؟ تمام يا فندم. حضرتك بعتوا لي الارشيف حضرتك وانا عملت كل المطلوب مني. انا كست حزينه حضرتك. الله عصمت انت هنا يا ماما؟ بيسالوا عليك في الارشيف. يلا بابا اتحرك. ايه اللي حصل مع عصمت يا مناويشي بيه؟ اتفضل اشرح لمدام اكرام ايه اللي حصل بالنسبه لعصمت. ما كنت هشرح. اتفضل اشرح. لسه بتعيد عشان اشرح. طب ما تشرح. ابدا يا هانم، المساله ببساطه ان بنتنا عصمت للاسف غلطت غلطه كبيره قوي لما اتنقلت لاداره الاداب. كان في عمليه بنظبطها بقالنا شهور، هي تسببت في بوظانها. فالحقيقه انا قررت ان انقلها الارشيف. ويعني هي بوظتها لوحدها؟ لا يا فندم، دي كانت في مهمه مع ضباط الاداب. نومن باشا. انا بس مستاذنك في فرصه تانية لبنتنا عصمت عشان تثبت كفاءتها وكفاءة كل ستات مصر. حقها. ايوه حقها وكل ستات مصر على عيني وعلى راسي من فوق. مناويش اتصرف. اتصرف ازاي؟ اتصرف. ما ده اللي هيرجعنا للموضوع القديم بتاع. بلاش الموضوع القديم. ها؟ حاضر يا فندم. ما عليك نبراس. ها؟ نبراس واحد. قولي نبرازين. ثلاث نباريز. يا ريت كل الرجاله اللي في مصر زي حضرتك. الله انت خدتي بالك صح؟ اتفضلي اوصلك عشان تشرحي لي نبراس يعني ايه. اتفضلي. يا حلاوتهم منبرازين على بعض. انت وقعتي لي منين؟ ورايا أخيراً هيستغلوا طاقتي، هشتغل مع حسن أبو ده. يا مريم بص ليك سبع اسمك، طلع ما تشوف نفسك بقى. طب ليش ده أنا يا باشا بقى عشان بطل عامل على قدي. تعالى هنا رايح فين؟ أروح أعمل بوبيل. طب والمرتب؟ ماله في إيه؟ نسلمه لمين يا غالية؟ يا حبيبتي يا عصمت يا صغننة الحمد لله أختي. مالك يا بنت في إيه؟ أنتِ يا أختي اللي مال حالك. عصمت أنا اتعلمت منك كتير قوي. كتير قوي. وأنا كمان والله يا حبيبتي. ليه كده بس يا عصمت؟ إشمعنى أنتِ؟ هتوحشينا يا عصمت. أوي أوي يا أختي أوي أوي.
هو واحد كده على مين يا باشا؟ حسن بيه ابو دقن. يا نهار اسود، ادخل وقول لحسن بيه عصمت باشا وصلت. طب ممكن بعد اذن جنابك بس نص ساعه يشرب قهوته عشان مزاجه مش رايق؟ انت بتهزر معايا ولا ايه؟ اتفضل. حاضر جنابك. والنبي يا باشا وسع. ايش من ده؟ الضابط عصمت خليه يخش. خد. نعم. هو رخم؟ ده برميل رخامة. الله يطمنك. اتفضلي جنابك. اقعد يا عصمت بيه. قهوتك ايه يا باشا؟ ما بشربش قهوة، ممكن اخد عصير حضرتك. انت ايه؟ انا ازاي يعني؟ أنا عصمت ابو شنب مناويشي بيه بعتني واللواء نعمان عشان اشتغل مع سيادتك يعني. يا باشا انا طاقة طاقة. يا نهار اسود. اسود؟ اسود ليه بس يا باشا؟ خليك مطرحك. عشان الريحة وحشة ولا مين اللي بعت الست اللي في مكتبي دي؟ لا باشا انا شاغل معايا واحده ست على اخر الزمن؟ حد قال لسيادتك ان انا بصبع كفته؟ بحشي محشي؟ بسخط بط؟ جوهناش بقى يا ابو علي. الله. ست؟ انا تبعتولي ست؟ وانت فاكر ان احنا بعتين لك اي ست؟ احنا بعتين لك واحده من اكفأ كوادر الاداره. ايوه احنا بعتين لك واحده تستفيد بيها. استفيد بايه؟ دي هتهر مني في اول طلعه. لا طول. تهر مين بس؟ لا 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 يا ابو علي، يبقى انت ما تعرفش عصمت. دي وحش وحش. ايوه يا حسن يا ابني، اعتقد انها فعلا وحش. ولو مش عاجباك يا سيدي نختار لك واحده تانيه. هو انت هتخطبوا لي؟ لا تانيه ولا تالته؟ مش انتوا اللي بعتوها؟ تمام، تبقى مش عايزينها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ورايا. على فين سعادتك؟ بس انت عليك رزعه باب يا باشا. انا كظابط اتهديت. بس بقى هو احنا رايحين نعمل ايه يا باشا؟ بصي بقى، انت تتحطي مطرح مع حطك وتعملي اللي انا هقول لك عليه. ماشي تمام يا فندم. زي ما حضرتك هتحطني انا هتحط واعمل اللي حضرتك عايزه يعني. جيبي سلاحك وحصليني على تحت بسرعه. اجيب ايه سلاحي؟ يا بنت كريم يا رب اخيرا هبس هبس. هو احنا واقفين ليه؟ فك شعرك. فك ايه؟ فك شعرك والبسي ده غطي الكتفات ومن غير اسئله. تعالي اقعدي مكاني. دوري. حاضر يا حسن باشا. بقولك ايه، روح شوف العربيه اللي هناك دي واقفه كده ليه. الله يخرب بيتك انت، ايه اللي موقفك هنا؟ يعني ايه اللي موقفني هنا؟ اطلع اطلع عربيه اطلع عربيه. اطلع بسرعه وراه اطلع. هو في ايه؟ في عصابه كنت براقبها وانت بوظت الدنيا. بصي قدامك. تورجة الحزام عشان لو قابلتنا لك. It wasn't easy.
يخرب بيتك الله يخرب بيتك. يا نهار اسود. شو كانت حلوة الليالي. عبد الله على السلامة. ايه اللي وقعك من العربية بس؟ عبد الله على السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعني ايه مش هتكمل معاها يا حسن؟ يبقى كده يا فندم البنت غير صالحة. حسن بيقول له نظرة بقى. نظرة ولا بتاع؟ مش هتكمل معايا يعني مش هتكمل معايا. ما شيلش مصيبة في رقبتي. اسمع يا حسن، انت كده بتوقعنا في وضع حرج جدا. لا لا حرج ولا حاجة يا سعادة الباشا. ليه حرج؟ نقول انها فاشلة زي انا ما قلت قبل كده. هيقولوا ما نقيتوش غيرها ليه؟ كلهم فشلة، مفيش واحدة تقدر تسد. بالظبط كده. عشان كده انا رأيي ان احنا نرفض القسم ده ونرتاح بقى. اسمع يا حضرة الضابط، لازم يكون معاك عنصر نسائي في الفترة الجاية. انتهى. وين اللي انتهى؟ حسن خلاص بقى باشا وقف بعدين. ماشي، بكرة الصبح الساعة 6 في أرض التدريب عايز كل ضابطات الإدارة قدامي. حوريهم لك بقى هيستحملوا ولا لا. أنا مش هتكلم على لياقتكم البدنية عشان مش موجودة خالص. أمال بقيتكم فين؟ عندهم ظروف. ظروف ايه؟ ظابطات ظروف. طبعا انتوا عارفين ازاي تتعاملوا مع اي هجوم من اي مجرم صح؟ اكيد. دلوقتي انا والكابتن هنوريكوا حركات قتاليه للدفاع عن النفس. قتاليه؟ هنعيدها مع بعض. ماشي؟ ماشي. اتفضل يا كابتن. اتفضل. أول طريقة للصد كده، بس في طريقة تانية كده. الاثنين ماشي؟ منك لله يا عصمت يا بنت أبو شنب على المرمطة اللي احنا فيها دي. احنا بتوع كده؟ احنا بتوع قتالية؟ وانا عملت حاجة؟ لا يا اخت انا اللي عملت، انا اللي جبتنا للقوة من سنجام واجمل من شاكشان ده. شكله كده مدي على جورج كلوني. كوع الجسم بس مش الكوع بس، شكله مدي على رشدي أباظة. الكوع والجلد. فيلم المراهقات اللي انا وقعت فيه ده. اتنين مع بعض. انت تعالي. انا؟ ايوه انت تعالي. اصل تليفوني بيرن وانا ما بردش على حد الساعه 8 الصبح. بص خليه معاك لو عايز تسجن نمرتك، مش هقول لك لا. فندم جاهزه يا فندم؟ ارفعي ايديكي، ايديكي فوق 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 قدام وشك. جاهزه؟ جاهزه. ايدي ايدي حرام عليك، ايدي ايدي مش معقول يا جماعه، انا مش معقول. يا لهوي هتسرق هتسرق، حرام عليك حرام عليك ليه كده؟ انت تعالي
جاهزة؟ اصلا عيد ميلادي النهاردة، بلاش تدعيني في وشي يا باشا. اقفي مكانك. جاهزة؟ جاهزة. شيلوها. مين انا؟ انا لا عندي عيد ميلاد ولا عندي تليفونات مش عايزه ارد عليه، وقتاليه قتاليه بقى واللي يحصل يحصل. الشاسة اتعوج. شيلوها. مش هنقدر يا فندم، مش هنقدر يا كابتن. والهنا مستنيه ايه؟ جاهزة؟ جاهزة. اديله يا عصمت. علمياً الست بتستحمل الألم أكتر من الرجالة 10 مرات. جربت تولد قبل كده؟ ها؟ برافو عسل. يا روحي. والستات اليومين دول قضيناها قيصرية. الرقعة التأسيس. حسن بيه، واحنا رايحين نحارب ولا ايه؟ حارب؟ اه هنحارب. انزلي تستلمي سلاحك، مش عايز اسمع صوتك لحد ما العمليه ما تخلص. اثبتي ولا نفس ولا حركه لحد ما الرجاله ما تخلص. لو التفتي كده او كده اقسم بالله هروحك. اقسم بالله صنم يا باشا. بس احنا عايزين عمليه كده تعدل الدماغ. تعدل الدماغ؟ توزن الدماغ؟ نعم. امن المكان لحسن. ربنا يستر. عصمت رايحه فين؟ راح اقتحم يا باشا. هتقتحم ايه؟ العمليه يا باشا. انت اتجننتي؟ احمد جمال على الكوبري. تمام يا فندم. وانا يا باشا هضرب امتى؟ محدش يضرب الا باشاره مني، مفهوم؟ انا ما كنتش المفروض اتقل في الميه. في ايه مالك؟ لا يا باشا مفيش اي حاجه. مالهم رجليك؟ عايز اعمل بيبي. نعم؟ عايز اعمل بيبي. بيبي؟ اقسم بالله العظيم لو ما سكتيش هغربلك. راحت يا باشا والله راحت راحت راحت. يلا يا رجاله شدوا حركوا يا رجاله. على الله يا فندم. الفاتحه يا رجاله. فاتحه عشان ربنا يكرمنا. امين. يلا يلا. يا رب يكرمنا يا رب يكرمنا. بعدي شوية أكتر. أجل
لسه مفيش حركة يا فندم، بس عربية التسليم على وصول. استنى بقى يا باشا. خلصتي؟ هديها بقى. في عربية وصلت يا فندم، بس مش نفس المواصفات. أنا ما حد سلمني سماعة زي دي، أنا عايزة واحدة. حاضر، هشتري لك سماعة لما نخلص. شوف يا دي العربية دي حكايتها إيه؟ اخلص. أفيها أنت دارح. يا دي اللي جايبك من على السكة دي يا عم اللي حكيتي الحكومة يا عم ومعاملوا بيه كاي منوع حكة الله. ايه؟ حكة الله والله. شركة النصر دي اليمة التانية، ايه اللي جايبك هنا حلتها؟ روح احرم ما حلتها. اخرس يا تعال بص لها على العربية دي من فوق كده. كل القوات على استعداد، محدش يتحرك. احنا مش جايين عصابة يا باشا. واحنا البوليس. أنا مش فاهمة احنا مستنيين ايه. ولا اقتحم بقى. وحياة أمك وأبوك يا شيخة اللي تسكتي. يا معلم يا امانه يا معلم امانه دي نايمه في البيت تعبانه يا حليتها. براحتك يا عم. تحب اطير لك وشك؟ براحتك يا عم. اخرس يا انا مش قادر. ايه يلا ادخل. ما تروح منه حيفه النوح فين غريا. العربيه بتتحرك كده غلط. بتتحرك يا فندم؟ لا لا محدش يتحرك، هديكوا الاشاره. انا هقتحم، انا هقتحم. مش قادرة، مش قادرة، مش قادرة. حبيبي ماما ما تزعليش نفسك كده، ان شاء الله هيجي يوم ويقدروكي. ماما انا عملت اللي اقدر عليه عشان اثبت لهم ان انا ست قد المسؤوليه. وبعدين هو اساسا غريب. غريب ازاي يعني؟ يعني انسان جريء، ستريت، لذيذ، وسيم. وسيم ده انا. انت بتتكلمي عن ابوكي بالظبط يا بنتي. يا اخويا بتقول لك وسيم ولذيذ، ازاي يعني يبقى شبهك؟ ماما هو انت وبابا حبيتوا بعض ازاي؟ لا انا ما بحبش اتكلم عن الموضوع ده ابدا، اسالي هو. ازاي يا بابا؟ ده كان يوم يا بنتي، كنا في جنينه الحيوانات، امك فضلت تحدف لي سوداني وانا اقشر واكل، تحدف لي موز اقشر واكل لحد ما بطني اتنفخت. ايه ده، هو انتوا الاثنين كنتوا على الشجره ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ابوكي كان على الشجره وانا كنت تحت وبحدف. رد على التليفون يا بنتي. قومي معايا نظبط لها شاي منه فيه. حاضر حاضر. التليفون بيرن، رد علي يا حبيبتي. يلا يا بنتي، يلا يلا يا بنتي، ردي رد. الو الو. ايوه يا اسماء. انت فين؟ اكون فين يعني؟ في البيت. هو انت مش قلت لي اقعدي في البيت لغايه ما يتم استدعائك؟ طبعا. لا ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ عايز اشوفك بكره الصبح في كافيتيريا المديريه. قابلك فين؟ انت حاسه باللي انا حاسس بيه؟ طبعا حاسه، دي واضحه زي عين الشمس. يا رب يوفقك يا بنتي. يا باشا بلاش كافيتيريا المديريه عشان الزملاء بس، يعني انت عارف. ما تتاخريش عليا، عايزك في موضوع مهم. بالثانيه. باي. مين؟ عصمت بنت عم ابو شنب؟ هاي
اللي انت حاطاه في بقك ده يا عصمت. احمر احمر يا عصمت، قعدتك مع بتوع الاداب هتخلي سمعتك هباب. صوت صوت؟ لا ده الموضوع في ان قري واعترفي بدل ما افضحك في المدورية. حسن عايزني في موضوع. حسن؟ حسن ابو دقن؟ ثانية تقومي لا شوهك. ايه ده يا حاج؟ صباحك فلالي يا حسن يا ابو علي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. مالها دي؟ في ايه؟ حضرتك كنت عايزني. اه النهارده شم النسيم. اوه يا مش ده اللي بيلونوا فيه البيت؟ اه بيلونوا فيه البيت وبيروحوا جناين وبيروحوا سينما. بابي ما بيوديني سينما في شم النسيم. السينما قدامه عيال سايق بتغير؟ بس اهم حاجه الثقه. ثقه؟ عندنا بلاغات تحرش، خدي قوه معاكي روحي وسط البلد، تكوني هناك بعد ساعه. هو انت جايبني هنا عشان روح السينما عشان تحرش؟ امال عشان تكفي فشار؟ وطي صوتك. شيل اللي عاملاه في وشك ده لحسن يتحرشوا بيكي. صوت اللي مدخل عمره تعظم سلام من غير كلام، عزفة محسن مستمام. مفيش صاحب بيصاحب، مفيش راجل براجل، هنتعامل ويتعامل، طلع سلاحك متكامل. هتعور نعورة، هنبوظ لك منظرة، جايب ورا تصبح مرة. مالكش قيمة وسط البشرية، واقف سندال بغدارة. هتبقى راجل مية المية، بلاش فشخارة منظرة. مطرش كل الحكاية والحكاية من البداية. اسمعوا يا خليل، صاحب راجل صاحب فاجر صاحب بيزار. بص احنا مش هنستنى اللمس من النط. حضرتك انا اسفه بجد، سبتي ليه؟ طلعت مراتي كذاب، هو في حد بيخرج مراته دلوقتي؟ ايوه والله انا جوزي على فكره، عليا الطلاق مراتي. اطلقها اهو، يلا على البوكس. يلا يا جوزي، يلا يا اختي بيخرجك يا اختي. والله جوزي. إيه، انت عامله شعرك فين؟ استاذ ابو مالي انا اسفه. اتأخرت قوي. لكش يتحرشوا بيها ونخلص منها يا اخي. يلا عدي يا عريس. يلا يا اخويا ادخل برجلك اليمين. حازي يا حازي. ايه ده؟ مين دول يا عصمت؟ دول متحرشين يا باشا، حفلة 10. 1042 متحرش. 1042 في حفلة واحدة؟ ليه ده كان فيلم ايه ده؟ أجساد فارغة يا باشا. اه ده فيلم هايل. أنا شفته ثلاث مرات. أيوه عصمت. باشا احنا محتاجين قوة كبيرة جدا لحفلة نص الليل. اشمعنى؟ الحفلة دي حساسة يا باشا، بس أنا رأيي حاجة، اللي يقطع تذكرة على البوكس على طول. أنا كده تمام، خلصت شغلي. عصمت. أفندم. أنا مبسوط بيكي جدا، برافو. شكرا يا فندم. على فكرة شعرك وهو سايب أحلى. وهو ملموم برضو كويس أوي يا باشا. أنا عايزك تسيبيه. تحطي مكياج.
وتلبسي شيك كمان. تاني يا باشا؟ تاني بوطة بيض؟ لا لا، أنا عايزك تبقي زي القمر. بكرة بالليل الساعة 7 مطعم ستيك هاوس. عارفة؟ مطعم ستيك هاوس؟ ده أنا فطرانة فيه الصبح فول. فول؟ لا هو عامة أكل كله حلو. مكان هادي. حلو. جميل. الساعة 7 يا فندم؟ لا خريش. لا لا يا باشا مفيش أي مشكلة، كله تمام. الساعة 7 الصبح ولا الساعة 7 بالليل؟ لا بالليل 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 يا سلام. بص يا باشا أنا همشي من هنا لحسن، أصل هنا في غابات كتير. ماشي ماشي. اتفضلي يا سلام. الإحراف ده. السلام عليكم. 7 ميرسي. يا رب تكونوا انبسطتوا بهدوء بقى ومن غير شوشره. نسلم نفسينا كلكم مقبوض عليكم اموال عامه. ولا حرك ورا.
بتضربي نار يا حضرة الضابط في مطعم فيه ناس. ايه فاكرة نفسك فين؟ في المطرية؟ يا فندم مادام مسكناهم يبقى العملية نجحت. النجاح اسم الله نجحت. ها؟ وحالة الذعر اللي سببت فيها للمواطنين اللي في المطعم، مين يدفع حسابها دي؟ نص المواطنين يا فندم محتاجين يتعالجوا نفسيا. علاج نفسي كمان مش كفاية البلوى بتاعت حقوق المرأة كمان. اسمعي يا حضرة الضابط، من هنا وطالع لازم تترقي. ازيك يا عصمت؟ وتسند اليكي المهام الخطيرة والكبيرة. اهلا يا اكرام، قصدي اكرام هانم، اعذر اندفاعي. اديكي شايفة. ربنا يكون في العون يا نعمان. سوري يا نعمان باشا. يا هانم انت لو كنت قدمتي خطوه واحده بس كنت سمعتيني انا وساعه الباشا واحنا بنتكلم على موضوع حقوق المراه ده. احنا بننام في موضوع حقوق المراه وبنصحى على موضوع حقوق المراه ولا ليه كده؟ وبنتنا عصمت من الجديرين انها تبقى في الصفوف الاولى للتضحيه بنفسها في سبيل الوطن. مالك يا عصمت؟ متأثرة بحجم النجاحات اللي قدرت تحققها. يا فندم تقدري تقولي دموع الفرح، هي البنت دي دونا عن كل بناتي من الضابطات دمعتها قريبة قوي. رد على التليفون يا مناويش. حاضر. هي تلاقيها حتى تلاقيها كده. معلش يا عزبط يا بنتي خبطت فيها دوشة بقى. أيوة يا ابني. تقول ايه؟ قنبلة فين؟ طب خلاص 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 ما تقلقش، أنا بعت لك قوات حالاً تخلص لك الموضوع ده. يلا يا عصمت، يلا يا ماما الحقي القنبلة. يلا يا عصمت يا بنتي الحقي بسرعة عشان القنبلة تنفجر وأنت مش موجودة. لا بعد إذنك هروح ألحق القنبلة. السلام عليكم. سلام، بسرعة. يوم زهرة ده ولا ماتش كورة؟ الوعد الله يا قنبله دي. ايوه يا عم قنبله، انت مش شايف الزحمه والناس ملمومه ازاي؟ طب يلا بسرعه بقى عشان نلحق نتصور معاها سيلفي وهي بتنفجر. شغل الكاميرا. قنبله وسع عليك يا عصمت. وسع يا جماعه. اه قنبله هي. وسع 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 وسع. ورا ورا ورا. ارجع ورا 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 ورا. بص على ايه قنبلة؟ اه ارجع ورا. ارجع ورا ورا. ارجع ورا. يلا ورا 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 ورا. وانت كمان يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش التأخير بس الدنيا زحمة جدا. لا 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 محدش ده اللي هيسقف همشي عشان ده تسقيف بدري قوي. بعدين بتسقفوا على ايه يعني؟ عرفتوا ان انا شاطر منين؟ من البدلة؟ طب استنوا على الأقل لما تنفجر. عشان حضرتك انا بحذرك، هنزل اشتغل مع سقفه انفجار تام في الجورنال الصبح على الفطار كلنا. انا بحذر لو سمحت حضرتك، ممكن تهدي الناس عشان ده هيهديني انا. انا مش عايز اسمع صوت. كل ورا. وانت انت بتبصي عليا بتاعتك القنبله دي ولا ايه؟ امال ايه قاعده ليه مهتميه بيها دي؟ يلا اتفضلي. هي دي القنبله؟ هي دي القنبله يا باشا. اه كلها باشا. هو ده بتاع المتفجرات؟ اكيد كلها. عايزينها تتحل النهارده يعني؟ ايه نعم يا باشا، انا لازم اصارحكم. القنبله دي حساسه قوي. يا نهار اسود يا باشا، ده هو ده القنبله دي حديثه قوي عليا. انا ما اعرفش ان انا جاي احل دي. ما اعرفهاش سعادتك، ما اعرفهاش. طب ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لو سمحت ممكن تهدي الناس عشان اعمل لاسلك لصاحبي. ماشي نرجع ورا ونهدي. نرجع ورا ونهدي. يلا يلا. الو حسين، حسين حسين حسين، ده بقى الكبير بتاعنا، هو اللي معلمني قنابل من صغري، لازم اخد رايه. ربنا معاك يا حسين. انا دلوقتي قدام القنبله. يقول عايز ايه؟ اسمعني بس، القنبله فيها ثلاث اسلاك، احمر وازرق واخضر، انا واحد فيهم بسرعه. السلك الاصفر. والله العظيم ما فيش اصفر. ازاي ما فيش اصفر؟ انا رايي الاحمر. دايما بيطلع الاحمر. الاحمر هو البطل، هو نادي القرن. الاخضر يا بس اسمع مني، الاحمر تملي بيطلع خدعه في الافلام. اسمع مني، في حد عنده راي تاني؟ الاخضر يا عمو. نملى ورقه رغبات ونسحب سحب عشوائي ولا ايه؟ ورا ارجع ورا يلا. ورحمه امي اللي هينرفزني ويعمل فيها خبيث، هفجرها وهقوم جاي افجرها كلها على هربه مني.
ارجع ورا، ارجع ورا. معلش اتفضل. الو حسين. نعم في تاني. ايوه طبعا. ايوه يا عصمة باشا. ايوه انا امي وحشتني والبهايم وحشتني ومناويشي باشا مش راضي يديني اجازه. القنبله طالع لها زرار في جنبها، ادوس عليه ولا ده البلف؟ اضغط عليه. مش سامع كويس. انت بتاكل يا حسين؟ اسمع بس، في الزرار اللي قلت لك عليه اللي طالع في جنب القنبله، اعمل فيه ايه؟ يا ابني بقول لك اضغط عليه، اسمع كلامي اضغط عليه. اضغط ازاي يعني؟ يا ابني بقول لك اضغط عليه، اضغط عليه. لا 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 الله، شان الله محمد رسول الله. ورا ورا ورا. العداد وقف. انا ما انفجرتش، انا ما انفجرتش، والله ما انفجرت. مين اللي قال اضغط عليه؟ اضغط عليه اسم الله عليه. 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 هوبا هوبو عليه هيفجروا. هوبا هوبو بقى أوبا أبو قال إيه هيفرقعوه؟ إحنا في استاد ولا إيه؟ لا يا باشا، ونسيت كمان اضغط عليه، اضغط عليه اسم الله عليه، اسم الله عليه. آه ومن تالتة شمال هنهد جمال. إيه يا مناويشي؟ ما حدش يخبط على الترابيزة. عمرك فلا. تجننتي يا بنتي؟ يعني لو كانت فرقعت فيكي ورحتي في 60 داهية كان يبقى كويس. يا باشا انا عندي طاقه، طاقه يا فندم، طاقه. ما قلت محدش خبط على الترابيزه. ايه ده؟ احنا نحن ولا حاجه، اقعد ارتاح. متشكر يا منويشي. العفو. احنا قدامنا مهمه خطيره جدا. جات لنا معلومات بان في تاجر في سوق الخضار بيتعاون مع مهربي السلاح. وبما اننا شباب فانا مش عاوز فكر قديم، فكر متخلف، انا عاوز فكر متجدد. نخرج بره الصندوق. نخرج بره الصندوق ازاي؟ بس يا ماما احنا في سوق الخضار. تمام 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 يا فندم. بس يا ماما ايه رايكم لما نتنكر في صوره تجار خضار زي افلام الاربعينات؟ قلت بس يا ماما. تبات الليل يا ليل يا ليل يا ليل تبات صوت. الراجل ده صوته حلو قوي، ما تيجي نسمعه؟ هو ده وقت سامع يا معلم؟ او تمويه، وبالمره نخش في عب العصابه. يا سلام يا كبير، هو ده الفكر المتطور، فكر الشباب. بينا يا معلم. وانا رمشي مدى النوم وعيونه تشبع نوم روح وروح يا نوم. مين دول يا؟ شكلهم اغراب يا معلم. اغراب يا معلم؟ افرط لي القرشينات دول يا ابو الحاج. شوف المعلمين عايزين ايه. بلدينا ازيك حال؟ الحمد لله. بدك سجاره؟ ايوه ماشي. تشكر على الوقت. اتفضل. تمام يا معلم، ستتنا كل حاجه. عفارم عليكم يا رجاله. تسلم يا كبير. وايه ده كمان؟ ده بلدينا. ايوه بلدينا. ما تاكل عيش وتخليك في حالك. بلديات. ما باخدش حالي. هتعمل ايه؟ اعمل كده. وانا صار ايه ده؟ مش كنت تقول يا حلو عشان نعمل الواجب؟ انت مين يا؟ انا بلدي. يخرب بيتي بقى يا بنت. سهري خلاص.
الباب اتقفل علينا واحنا لوحدينا والشيطان طلتنا. يا مصيبتي يا مصيبتي. انت بردانة جدا صح؟ الشنب هيقع. لا لا شلته ليه؟ شلته ليه؟ كان مدفيني. خلاص 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 معلش. ودي هتعمل ايه دي؟ استني بس. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ هات ايدك. مش حاسه بايدك. ماشي ماشي. مش عايزه بايدك. طب بالنسبه ان احنا هنموت هنا مش عايز تقول الحاجه في الموقف الجميل ده؟ انا قولوا اثبت مكان. اثبت ايه بس؟ كان هيقول يا بني. طب قوم شيلوه. شيل يا رجاله. قوم يا اخويا قوم قوم. انا اسفه يا باشا. لا مش مشكله. بص يا عزمه، في موضوع كده شاغل بالي وعايز اكلمك فيه. قول يا باشا. لا مش هينفع هنا. امال فين؟ فين في مكان ظريف جنب بيتكم، ممكن نتقابل هناك. عارفه انا الحركات دي يا باشا. المره دي بقى مكافحه ارهاب ولا قضيه تموين؟ لا ده ولا ده. انا وانت بس. انا وانت بس. انا وانت بس. اسمت. يا باشا اتفضل دلوقتي حالا يا باشا. لا مش هينفع دلوقتي، انا عندي شغل. اروح على مكانه ونتقابل هناك الساعه 7. تمام يا فندم. في ايه؟ في ايه؟ باشا عشان ما حد ياخد باله. ها خد بالك انت. مساء الخير. حضرتك حسن بيها بودعنا مش كده؟ انا هو بطل موقعه القنبله اللي انقذ عشرات من الاف الشعب. لا الحقيقه اللي انقذهم هو ضابط زميل. ما تبقاش متواضع كده يا حضره الضابط، انا عاوزه اعمل معاك حوار. يا فندم؟ حوار عن بطولاتك وشجاعتك. الست دي حلوه قوي. ده كل ده نفخ. دي نفخ على 28 يوم. للاسف ما اقدرش اتكلم عن شغلي. حتى لو معايا انا دول 5 دقايق بس وكم صورة يعني مش أكتر. الحقي ده تصور معاه. تسكتي باشا. احنا كلنا كده طالبين كشري. تاكل معانا كشري؟ كشري اكيد. شفت لك شطة؟ بالشطة. بالشطة. كشري بالشطة حلو. ماشي. تحب انت الشطة؟ لا انا مش هعرف اعمل هنا حوار خالص. طيب ممكن اخد رقم تليفونك؟ ده هيدي رقم التليفون. 01. احنا غيرنا يا باشا وهناكل فشه ومنبار وكرشه وسمين. سمين. هناكل سمين. لا سمين مع ماشي. تحب انت السمين؟ ايوه يا عزمة احب السمين يا عزمة. كلنا نحب السمين. طب هو المكتب بتاع حضرتك الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ هو المكتب من هنا بس انا مشغول دلوقتي. اوكي. طيب ممكن تاخد الكارت بتاعي وتكلمني في اي وقت؟ اكلمك. اوكي يلا باي. باي. ما انا ما مش لا. اكيد في حاجه مش ليه؟ لا ايه ايه بتاعت السمين. اهدي يا عزمت. اهدي يا عزمت. عزمت انا عايز اتكلم معاكي في موضوع من فتره بس مش عارف ارتب الجمل في دماغي. قولي يا حسن بيه. اتفضل. هو مش باين من تصرفاتي؟ من ناحيه تصرفاتك فمش باين اي حاجه خالص، بس يعني ممكن تقول يعني. قول. قول. في حاجه؟ لا مفيش. احنا بنبص على الفاترين على فكره. نعم حسن بيه.
دي ناس ربنا يسامحهم. خلينا في موضوعنا. انت عايز تقول حاجه؟ اسمك انا ايه يا راجل؟ انت ما تحترم نفسك، ده انت راجل ناقص صحيح. انا ناقص؟ ده تحرش واحنا بنعالجه. يا ولية خدي جوز خدي خطا من الليل العظيمه، طول لكم هنا. انا مش لاقي يا بنتي يا ناس. انت يا بنتي خدي الحاني يا ناس، مش لاقي يا بنتي خدي الحاني يا ناس. بنتي لا يا بنتي يا بنتي مش لاقيها. لابسه ايه؟ لابسه فستان ابيض. اقفل المخارج والمداخل بسرعة. سلامتك ألف سلامة. أنا عايزة بنتي، أنا عايزة نور. هرجعها لك أوعدك إن شاء الله خير. ما تخافيش يا ملك، هرجعها لك أختك. طمني ما تخافيش. لما انت مراتك مش ماليه عينك بتتجوزها ليه؟ ايه ده؟ جوزك الرايق، جوزي ده ست سيدك يا المانع. طب وحياة امك لو قبول مين تنزيلي؟ ايه صح كده؟ نعم يا اخويا، هو اللي صح ان عينك تبقى رايقه؟ انا في ايه؟ انا خرجت جنبك، خرجت جنبك. اوعى على ايدك، حرام عليكوا بنتي يا مانع، يا مانع بتروحي فين؟ حرام عليكوا بنتي يا مانع. عصمت قفل لي كل مداخل المكان، محدش يخرج من هنا. انت فين يا عصمت؟ يا بنتي يا حبيبتي ما ينفعش كده، فكي شوية يا عصمت. فكي ازاي بس يا ماما؟ البنت اتخطفت بسببي. يا سعاد شوفي مين على الباب. حاضر. عصمت باشا موجودة؟ موجودة، اتفضل. شكر. يا روحي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. لا حول ولا قوه الا بالله. في حاجه يا اخ؟ بابا ده الرائد حسن ابو دقن حسن بيه. يا محاسن صدف، انا عمك ابو شنب والد عصمت. فرصه سعيده جدا. اتفضل يا ابني، اتفضل. شكرا. في حاجه يا حسن بيه؟ حصل حاجه؟ خير؟ الحقيقه انا بقالي فتره ما شفتكيش. كنت عايز اقول لك ان في الاول ما كنتش مبسوط ان احنا مع بعض، ويمكن كنت متضايق منك جدا، بس بعدين اتعودت عليكي وحاسس. حاسس بايه؟ حاسس ايه؟ انا حاسس ان احنا في ايه يا عصمت؟ ما فيش. احنا بنشتري راجل. ايوه وماله؟ بس يعني مامتك وباباك ما جوش معاك ليه؟ الحقيقه انا مامته وبابا ايه؟ الحاجات دي تتدبر. المهم الشقه يا ابني، عندك شقه ونقرا الفاتحه فورا؟ الحمد لله رب. يا بابا شقه ايه وبتاع ايه؟ الله، قبل كده في ايه؟ المهر، اوضه النوم على مين؟ المطبخ على مين؟ الكهرباء، الحاجات الكهربائيه كلها. مقدم الصداق، مؤخر الصداق. بس بقى بس.
انا اسفه يا حسن بيه، بس ماما بابا يعني بيقول لك امسك التليفون. عايزك بالزين مش بالزعل. شرفتنا يا حسن بيه، شرفتنا شرفتنا. اتفضل. ايه يا ابني اتفضل، انت جيت في ايه وما شفت ايه؟ اني ما قلت حاجه. معلش يا طنط، مع السلامه. مع السلامه. لا بالحب. موقفي محرج، موقفي محرج. سلام يا ابني، من رفاقي والبنين ان شاء الله. يا بابا يا بابا يا بابا بابا. ايوه اتفضل. ايوه اتفضل يا حسن بيه اتفضل. مع السلامه. انا لسه مشرفت. انا اسفه، انا اسفه بجد، انا اسفه. ما لحقناش نشبع منه. خير يا حسن بيه؟ من غير بيه يا أزمت، احنا برا الشغل. اقعد اقعد يا أزمت. ايه رأيك في السلم بتاعنا؟ حلو، عجبني اوي. هو كده السلم بتاعنا يتحب؟ جميل ريحة الصبار. حلو قوي. وانت كمان يا حسن. ان انت رخم. لا مش قصدي يعني عصبي وكده، بس من جوه قلبك طيب ابيض. ايه انتي ما بتحبيش تلبسي خواتم ولا ايه؟ مرة تانية هعزم نفسي اتغدى عندكم. دي عاملة حلو كاستر. كاستر؟ تحبه؟ اه. الكاستر ده اللي هو اللي بعد الجيلي على طول. بعدين يا عزمت، بعدين. أنا همشي دلوقتي. عزمت. دي طاقة يا عزمت. ما تخليش حد يهدك. عصمت!
متكمز مسجل نصب واحتيال. طب صباح الخير الاول. بالصدفه كان موجود في كل شرايط الفيديو. الواد ده لو قبضنا عليها نقدر نجيب البنتين. صباح النور. يا باشا قسما بالله كنت هرجعهم والله العظيم. ما انا عارف. ومين دي كمان يلا؟ دي بنت يا ست الكل. والله العظيم بنت يا باشا. فلوس فين؟ فلوس موجودة يا باشا فوق اهي. اتفضل يا فندم. والله العظيم يا باشا انا خدت البنات عشان اجيب فلوس وعالج بنتي. انتوا وديتوها فين يا جماعة؟ عشان تعالج بنتك تخطف ولاد الناس؟ خليكي برا شوية يا عزمك من فضلك. اسمع مفيش ابويا مول وحشاك ها؟ اهي كل ام تخطف عيل من عيالها نفسها تحس نفس الإحساس اللي عندك ده. على فكرة يا ست كل بنت عيانة ومرضها وحش. في عينينا نعالجها ولا حسابنا. منى روحي مع طنط كريمة. روحي. روحي يا حبيبتي. روحي. أنا هوديكوا يا باشا مكان التسليم. عسل قوي. حسن بيه ممكن تسيبنا شويه بس؟ قلت ايه يا عزمه؟ خلاص خلاص ما في مكان في مكان. طب احب اقول المكان ولا اتكل على الله؟ عارفين هنا كنا بنسلم العيال. يلا بينا. لحظة بس لازم اتأكد ان الأطفال موجودين. العصابة كلها مسلحة. ساعة الهجوم العيال ممكن يروح فيها. أنا مش همشي من هنا إلا ما كلهم يبقوا معايا. هدخل شوف الاولاد جوه وانا هعمل من ظهرك. اسمع خدي بالك من نفسك. يا الله العيال جاهزه؟ جاهزه يا معلم. هرجعك لمنطق هرجعك لمنطق بس اهم حاجه مهما حصل ما تتحركوش من هنا. مفهوم؟ مفهوم. اوعى تقول لحد ان انا جيت او شفتوني عشان ترجعوا البيت تاني. ها جوه
حدش يتحرك على اشاره منه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا ست هاني. بونجور يا عرفة. يسعد صباحك يا هاني. الاولاد جاهزين؟ جاهزين وكله تمام، اتفضلي. العيال يا ابني، بسم الله ما شاء الله، ريحتك حلوه قوي يا هاني. انت حتى موتشي؟ موتشي. العيال قدامك اهي، ساق سليم كلهم. بصي ما تضربش فيهم مفك. هات يا عم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. آه اللهم صل على النبي، شكلهم يفرح. بدك تعدهم عدهم. عيب عيب يا برنسيس، عد ايه؟ يا أول مرة ولا ايه؟ العيال دي مش لازم تاخد مطوة في وشها، نخزق لهم عين، نقطع لهم كف، احنا أصحاب واجب برضه يا برنسيسة. كل ما رح تجيب ولاد أكتر رح تاخد مصاري أكتر. هجيب لك والله، لأجيب لك علب الزوفة كمان. حيلك حيلك بس يا برنسيسة. إيه؟ راحة فين؟ العيال دي أنت بتعملي بيهم إيه؟ أنت شو دخلك؟ أنت ما تسألني شيء. صحيح، أنا مال أم أنا؟ أو تاخدوهم تبيعوهم، تتاجروا فيهم أعضاء، اعملوا اللي أنتوا عايزينه. بس عليا الطلاق أنت حتى لا كوتشي. نسبت، محدش يتحرك. اسمع مخالك، كله زي الناس. ودينا على الصندل، ودينا على الصندل يا حسن بسرعة. مايكل بقول لك هجموا علينا، انا بالنيل خلص بلان بي. بقى جهز لي عربيه عند اول مرسى. غبي، تعرف مايكل شو رح يعمل فيك؟ بس عارف هيعمل ايه بس ولا يعمل ايه؟ خلي مايكل ده بقى ينفعك يا شل الله. يا مايكل اسمع يا بنت الناس، انا معليش حاجه، انا موصلاتي القضيه كلها في عبك يا باشا. فيري ستوبيد. بنت الكلب. طنط قالت لي ما تخافيش. طنط مين؟ طنط دي. مش قلت لك ما تخافوش؟ انقذت أطفال الأبرياء من أيدي مجرمين، تجردت قلوبهم من الرحمة والرأفة وكل معاني الإنسانية، وأعادت البسمة إلى أمهات هذه الأطفال وإلى زويهم. تحية تقدير إلى الملازم أول
عصمت أبو شنب. يا روح ماما عصمت بنتي. مبروك يا عصمت. الله يبارك فيك يا فندم. رفعتي راس الوزارة وراس الست المصرية. طبعا يا عصمت انت شجعتيني اخش قوات خاصة. انا معاكي الفرقة الجاية يا عصمت. فتحتي نفسنا يا شيخة. ألف مبروك ألف مبروك يا حبيبي. مبروك مبروك يا حبيبتي. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. مبروك لينا حسن بيه. عصمت. نعم. أنا أنت إيه؟ أنا بحبك. إيه؟ بيحبك يا عصمت. أنا سامعة بس بتأكد. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian, but again, man. I love my old girls, I love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body make up a mud on your cute. And you don't need no makeup. Original cute body make up a mud on. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, trick, fantastic. Mix your body out in the big Titanic. Woman, nice, sweet, energetic. Mix your body out in the big Titanic. Woman, nice, trick, fantastic. Mix your body out in the big Titanic. Woman, nice, sweet, fantastic. Mix your body out in the big Titanic. Woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Original cute body make a man mad. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Eyeliner, funny face, make man mad up. Nose powder, funny face, make man mad up. Black your eyebrow, funny face, make man mad up. Got your lipstick, funny face, make man mad up. Woman, you nice bright face, and you nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you nice and energetic. Bring your body out into the big Titanic. Woman, you nice bright face, and you nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you nice and energetic. Bring your body out into the big Titanic. Oh, oh. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. We like to move it, move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. 3, 2, nice trick, fantastic. Mix your body out in the big tight.
Titanic. Woman and ice, sweet, energetic. Beauty body ocean at the big Titanic. Woman and ice, sweet, fantastic. Beauty body ocean at the big Titanic. Woman and ice, sweet, fantastic. Beauty body ocean at the big Titanic. Woman. I like to move it, move it. I like to move. One. Ooh. Good. One. Ooh.